الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد. فنبدأ اليوم فيما يتعلق بوظائف شهر شعبان. وشهر شعبان هو الشهر العربي الذي يكون بين شهر الله رجب وبين شهر رمضان. وشهر رجب كما هو معلوم شهر الله من نشر الحرم، ورمضان يسميه العلماء بشهر القرآن لأن الله أنزل فيه القرآن. وأما شهر شعبان فلم يثبت في تسميته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه من قول المصنف، ولكنه معروف عند العلماء بشهر القراء، وذلك لأنهم يقرؤون في هذا الشهر ويراجعون حفظهم حتى يقوموا بالصلاة في التراويح وهم على ذكر من حفظهم. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسمع إلى ما ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قال: وظائف شهر شعبان، ويشتمل على مجالس. المجلس الأول في صيامه. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قد تضمن هذا الحديث ذكر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع السنة، وصيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة. فأما صيامه من السنة فكان يسرد الصوم أحياناً والفطر أحياناً، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقد روى ذلك أيضاً عائشة وابن عباس وأنس وغيرهم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وفيهما عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وفيهما عن أنس أنه سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. ولمسلم عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من يسرد صوم الدهر ولا يفطر منه، ويخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفيهما عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وقال:
ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخرجه النسائي وزاد فيه، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من الصحابة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب أنها قالت: قامت الليل وتصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كان فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى. الشرة معناها الاندفاع الذي نسميه نحن الحماس. لكل عمل شرة وفترة، الشرة الحماس والفترة الفتور. فالإنسان في حال شرته وحماسه ينبغي أن يواظب على السنة، وفي حال فتوره ينبغي أن يحافظ على السنة. نعم. السلام عليكم. وفي المسند وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن عثمان بن مضعون أراد التبتل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن سنتي؟ قال: لا والله، ولكن سنتك أريد. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. وقد قال عكرمة وغيره إن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في جماعة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي صحيح البخاري أن سالمًا زار أبا الدرداء أن سلمان زار أبا الدرداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك متبذلة؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب له طعاما فقال له: كل. قال: إني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: نم. ثم ذهب ليقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فقام فصليا. فقال سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق سلمان. وفي رواية في غير الصحيح قال: ثكلت سلمان أمه، لقد أشبع من العلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر، فنهاه وأمره أن يصوم صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، وقال له: لا أفضل من ذلك. وقد ورد النهي عن صيام الدهر والتجديد فيه، وهذا كله يدل على أن أفضل الصيام ألا يستدام بل يعاقب بينه وبين الفطر، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب أحمد وغيره. يعني استدامة الصوم بمعنى وصل الشهر بالشهر هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كون الإنسان يسرد الصوم حتى يقول القائل إنه لا يفطر في هذا الشهر ثم يفطر حتى يقول القائل إنه لا يصوم، هذا هو السنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد صوم شهر بأغلبه إلا شعبان كما سيأتي. نعم. السلام عليكم. وقيل لعمر: إن فلانا يصوم الدهر، فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل يا دهر كل يا دهر. خرجه عبد الرزاق. وقد أشار القناة العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة، جعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل يا دهر
كل يدهر، يعني معناه أن هذا الفعل مخالف للسنة، يجوع الإنسان ولا يأكل ويصبح مخالف للسنة وليس له فيه أجر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكمة في ذلك من وجوه، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني أنه لا يجد مشقة الصيام ولا فقد الطعام والشراب والشهوة، لأنه صار الصيام له عادة مألوفة، ربما تضرر بتركه، فإذا صام تارة وأفطر أخرى حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهوات وفي نفسه داعية إليها، وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لا تتوق إليها. هذا أحد المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، والمعنى الآخر أنه لا صام صياما شرعيا ولا أفطر على عادة الناس، وهذا المعنى أقرب مما ذكره الحافظ ابن رجب. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حق داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يشير إلى أنه كان لا يضعفه صيامه عند ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم الفتح وكان في رمضان إن هذا يوم قتال فأفطروا، وكان عمر إذا بعث سرية قال لهم لا تصوموا فإن التقوي على الجهاد أفضل من الصوم، فأفضل الصيام ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى أو حقوق عباده اللازمة، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. فالأول مثل أن يضعف الصيام عن الصلاة أو عن الذكر أو عن العلم كما قيل في النهي عن صيام يوم الجمعة ويوم عرفة بعرفة أنه يضعف عن الذكر والدعاء في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يقل الصوم ويقول إنه يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، فقراءة القرآن أفضل من الصيام، نص عليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة. وكذلك يعني الإنسان الذي يعلم من نفسه مرضا أو ضعفا أو عجزا فيمنعه صوم النفل عما هو أولى، مثل مراجعة حفظه أو مثل حفظ القرآن أو مجالس العلم أو الصلاة أو الجماعة، فإن الصوم لا يستحب في حق. نعم. السلام عليكم. وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام، وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى، فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى، فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر بوار فيعطب. قال ابن مضاف مضافني في بئر بوار فيعطب، البئر البوار هو البئر المهلكة، فيعطب أي بمعنى أنه لا يستطيع الخروج منه فيموت هناك. نعم. قال ابن سيرين أن قوما تركوا العلم واتخذوا محارب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والثاني مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق الزوجات فيكون تركه أفضل، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا. ومنها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، يشير إلى أن النفس وديعة لله عند ابن آدم، وهو مأمور أن يقوم بحقها، ومن حقها اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. قال الحسن نفوسكم مطاياكم إلى ربكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. النفس وديعة للإنسان، الإنسان لا يملك نفسه، ولهذا الذين يقولون أنا حر هذا غلط، الإنسان عبد، إما أن يكون عبدا لله عز وجل وهذا اللائق به، وإما أن يصبح عبدا لغير الله، وإن من شيء إلا وهو عبد لله عبودية الربوبية، فلا أحد يستطيع أن يختار
زمان ولادته ولا زمان موته ولا شيئا مما يتعلق بأوصافه وكمالاته. فإذا الإنسان عبد والنفس مودع عند الإنسان لا يملك الإنسان التصرف فيه. نعم. صلى الله عليكم. فمن وفى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على تقويتها على أعمال الطاعات كان مأجورا في ذلك، كما قال معاذ بن جبل: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ومن قصر في حقها حتى ضعفت وتضررت كان ظالما لها. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين. ومعنى نفهت كلت وأعيت، ومعنى هجمت العين أي غارت. وقال لأعرابي جاءه فأسلم ثم أتاه من عام قابل وقد تغير فلم يعرف، فلما عرفه سأله عن حاله قال: ما أكلت بعدك طعاما بنهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ فمن عذب نفسه بأن حملها ما لا تطيقه من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوته من الطاعات الفاضلة أكثر مما حصله بتعذيبه نفسه بالصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها غاية العدل، فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل ما يجد من الطيبات كالحلوى والعسل ولحم الدجاج، وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر. وقال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فاختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا، ومنها ما أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لعله أن تطول بك حياة، يعني أن من تكلف الاجتهاد في العبادة. الظاهر أنه لعبد الله بن عمرو. إيش مكتوب عندي؟ عبد الله بن عمرو. نعم، عندي مكتوب عمر، هذا غلط. نعم. صلى الله عليكم. ومنها ما أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لعله أن تطول بك حياة، يعني أن من تكلف الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب ما دامت باقية، فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر عجز عن حمل ذلك، فإن صابر وجاهد واستمر فربما هلك بدنه، وإن قطع فقد فاته أحب العمل إلى الله وهو المداومة على العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره، في قوته وضعفه استقام سيره، ومن حمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم ويضجر فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المسرع سرعة تفوق طاقته ووسعه، فإنه إذا ما ركض مدة يسيرة يسقط مغشيا عليه. فلا ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه ما لا يطيق ثم ينقطع عن كثير من العبادات بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام، أعني أيام الأسبوع، فكان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. وخرجه الإمام أحمد.
وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له قال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما. وأخرجه الترمذي، ولفظه قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وروي موقوفا على أبي هريرة، ورجح بعضهم وقفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة تفتح أبواب الجنة يوم. هذا هو الصحيح في سبب صومه صلى الله عليه وسلم للاثنين والخميس. أما ما جاء في بعض الروايات أنه كان يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه فهذا حديث شاذ، وإن صححه بعض أهل العلم. نعم. السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ويروى بإسناد ويروى بإسناد فيه ضعف عن أبي إمامة مرفوعة ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر للمستغفرين ويترك أهل الحقد بحقدهم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب كل ما تكلم به من خير وشر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان. فأقر يعني الملك، أو قر لبناء المجهول أحسن. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقي سائره، فذلك قوله تعالى يمحو يعني الله. إذا جعلت أحدهما مبني على المعلوم خل الثاني مثل. نعم. إذا جعلت أحدهما مبني على المجهول خل الثاني مثل بعد. نعم. فأقر وألقى، فأقر وألقي. نعم. السلام عليكم. فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سائره، فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خرجه ابن أبي حاتم وغيره. فهذا يدل على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. وكان إبراهيم النخعي يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. فهذا الناس اليوم يسمون الخميس الونيس عشان ما عندهم دوامات، وبدل ما يحزنوا على أعمالهم السابقة ويبكوا ولا يدرون قبلوا أو لا، ويشتغلوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يعني نسأل الله السلام والعافية يخرجون إلى أعمال مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التضرع إلى الله يوم الخميس حتى تقبل أعماله. نعم. أحسن الله عليكم. فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم، فإن ذلك عرض دائم بكرة وعشية. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فيخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويروى عن ابن مسعود قال إن مقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات. وذكر باقيه كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول لا أدري ما رفع من عملي، يا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى، لا تبهرج فالناقد يبصر. السقم على الجسم له ترداد، والعمر ينقص والذنوب تزداد،
ما أبعد سفري وما لي زاد وما أكثر بهرجي ولي نقاد. وحديث أسامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سرد الفطرة يصوم الاثنين والخميس، فدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وقد كان أسامة يصومهما حضرا وسفرا لهذا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال له إني أقوى على أكثر من ذلك، فقال فصم من الجمعة يوم الاثنين والخميس، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال فصم صيام داود. وفي مسند الإمام أحمد من رواية عثمان بن رشيد قال حدثني أنس بن سيرين قال أتينا أنس بن مالك في يوم خميس فدعا بمائدته فدعاهم إلى الغداء، فأكل بعض القوم وأمسك بعض، ثم أتوه يوم خميس ففعل مثلها. قال أنس لعلكم أثنائيون، لعلكم خميسيون، يعني أنتم أصحاب يوم الاثنين، أنتم أصحاب يوم الخميس. نعم أحسن عليكم. قال أنس لعلكم أثنائيون، لعلكم خميسيون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وظاهر هذا الحديث يخالف حديث أسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم الاثنين والخميس إذا دخل في صيامه، ولم يكن يتحرى صيامهما في أيام سرد فطره. ولكن عثمان بن رشيد ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره، وحديث أسامة أصح منه. وقد روي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، أول خميس والاثنين والاثنين، وفي رواية بالعكس الاثنين والخميس والخميس. وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس، وروي كراهته عن أنس بن مالك من غير وجه عنه، وكان مجاهد يفعله ثم تركه وكرهه، وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الاثنين، وكره الطائفة صيام يوم معين كلما مر بالإنسان. روي عن عمران بن حصين وابن عباس والشعبي والنخعي، ونقله ابن القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم أكره ذلك، قال وإنما كرهته لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب، قال فإن فعل فحسن، يعني على غير اعتقاد الوجوب. لا يكره صوم يوم معين، لأن أيام الله عز وجل كلها مباحة إلا ما جاء الشرع في النهي عنه، مثل صوم يوم الجمعة منفردا أو السبت منفردا، وما عدا ذلك من الأيام فأي يوم يصوم. وأما على سبيل الاستحباب فثبت بما لا مجال للشك فيه استحباب صوم الاثنين والخميس، واستحباب صوم 13 و14 و15 واستحباب أيام معينة. أما الإنسان يلتزم أيام معينة ويعتقد سنيتها من عند نفسه فهذا الذي كرهه العلماء. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من شهور. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله، لمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية للنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وعنها وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقد رجح طائفة من العلماء منهم أبو المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما علمت تعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان.
وفي رواية له أيضا عنها قالت: ما رأيت صام شهرا كاملا منذ قديم المدينة إلا كان إلا يكون رمضان. وفي رواية له أيضا أنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي رواية له أيضا قالت رضي الله عنها: ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان. وروى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن صيام شهر كاملا ويقول يصومه إلا أياما، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان يقول: لا تصم أياما معلومة. فإن قيل: فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام التطوع فيه مع أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ فالجواب أن جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية لاعتقادهم أن صيام المحرم والأشهر الحرم أفضل من صيام شعبان، كما صرح به الشافعية وغيرهم، والأظهر خلاف ذلك، وأن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم. ويدل على ذلك ما خرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان تعظيما لرمضان. وفي إسناده مقال. وفي سنن ابن ماجه أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فترك الأشهر الحرم، فكان يصوم شوال حتى مات. وفي إسناده إرسال، وفيه وقد روي من وجه آخر يعضده. فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحرم، وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده كما أن شعبان يليه من قبله، وصيام شعبان أفضل لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شوال. فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم، فلن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى. فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وذلك التحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام منزلة السنن الرواتب من الفرائض قبلها وبعدها، فالتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام قبل رمضان وبعده. فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق بالصيام، فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية، والله أعلم. هذا جمع لطيف من الحافظ ابن رجب أن حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم المراد منه النفل المطلق، وأما شهر شعبان وشوال فهما مقيدتان بالنوافل المقيدة برمضان قبلية وبعدية، ومعلوم أن المقيد أفضل من المطلق، ولكن المحرم أفضل عند الإطلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما ولم يصوم كذلك، بل كان يصوم سردا ويفطر سردا ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس. قيل: صيام داود الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه صوم شطر الدهر، وكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه، وقد كان يصوم مع ما سبق ذكره يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة، وإنما كان يفرق صيامه ولا يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة، ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان قصده به التقوي على ما هو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بحقوقها، فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة
قتادة عمن يصوم يوما يفطر يومين، قال: وددت أني طوقت ذلك. وقد كان عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: لما كبر يسرد الفطر أحيانا لتقوى به على الصيام، ثم يعود فيصوم ما فاته، فمحافظة على ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شطر الدهر، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر صيام شطر الدهر، وأزيد منه بالصيام المتفرق، وحصل له أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك، وإنما عاقه عنه الاشتغال بما هو أهم منه وأفضل، والله أعلم. وقد ظهر ما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان دون غيره من الشهور، وفيه معان أخرى، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين، أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اختلفه شهران عظيمان الشهر الأحرام والشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأن شهر حرام، وليس كذلك. وروى ابن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعد عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا، فقال: فأين هم عن شعبان؟ وفي قوله يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من أزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن له أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون أحيانا بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما عل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرون لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له. ولهذا ورد عن في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح: إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق. وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. وفي حديث أبي ذر المرفوع رضي الله عنه: ثلاثة يحبهم الله، قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام أحد يتملقني ويتلو آياتي، وقوم كانوا في سرية فنهزموا، فتقدم أحد فلقي العدو فصبر حتى قتل. وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسأل فلم يعطوه، فانفرد أحد حتى أعطاه سرا. فهؤلاء ثلاثة فردوا عن رفقتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينهم فأحبهم الله. فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس ومن يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام. وفي حياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، منها أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه. ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياء، وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى سوقه ومعه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. وكان يستحب أن من صام أن يظهر ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أنه قال: إذا أصبحتم صيام فأصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. إذا أصبحتم صياما أو صياما فأصبحوا مدهنين، لكن هذا الأثر في سنده مقال، يعني بمعنى تضعون الدهن على شفايفكم حتى لا يظن أحد أنكم صوام. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا قال أنه قال إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، وقال قتادة رحمه الله يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصيام، وقال أبو التياح أدركت أبي وشيخة الحي إذا صام أحد مدهن ولبس صالح ثيابه. ويروى عن عيسى بن مريم عليه السلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر الناظر إليه فيرى أنه ليس بصائم. اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام فكان يجتهد في إظهار فطر للناس حتى كان يقوم يوم الجمعة والناس مجتمعون في مسجد الجامع فيأخذ أبريقا فيضع بلبلته في فيه ويمصه لا يزدرد منه شيئا ويبقى ساعة كذلك لينظر الناس إليه فيظنون أنه يشرب الماء وما دخل إلى حلقه منه شيء. كم سر هذا الفعل ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله من فعله خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح صائما يقول لأهلي إني صائم. نعم. صلى الله عليه وسلم. كم سترى الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم، ريح الصيام أطيب من ريح المسك تستنشق قلوب المؤمنين وإن خفي، وكلما طالت عليه المدة ازداد قوة ريحه. كم أكتم حبكم على الأغيار والدمع يضيع في الهوى أسرار. كم أستركم هتكتكم أستار من يخفى في الهوى من يخفي في الهوى لهيب النار. ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. وهبني كتمت السر أو قلت غيره أتخفى على أهل القلوب السرائر. أبا ذاك إن السر في الوجه ناطق وإن ضمير القلب في العين ظاهر. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومنها أنه أشق على النفوس وأفضل الأعمال أشق على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على النفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون به فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهن أجر 50 منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم ولا يجدون. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل ومن غرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي الصحيح مسلم حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العباد في الهرج كهجرة إليه. وخرج الإمام أحمد ولفظه العباد في الفتن كالهجرة إليه. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى الدين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، وكان منزلة من هذا بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لما أوامره مجتنبا لنواهيه. حديث للعامل منهم أجر 50 منكم، هذا من أفضل الأحاديث التي تبشر آخر هذه الأمة، وهي من البشارات لنا أن العامل في زماننا له أجر 50 من الصحابة، وأيضا هذا من فضل الله. وحديث الذين يصلحون إذا فسد الناس روي على الوجهين، الذين يصلحون أي في أنفسهم إذا فسد الناس، وروي الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذه أولى. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ومن أن المفرد بالطاعة من المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رويناه في جزء ابن عرفة مرفوعا ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصريد والصريد البرد الشديد، وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعد بكل رطب ويابس، وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة. قال بعض السلف ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس.
رأى جماعة متقدمين في منامهم كأن الملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية، فقال بعضهم كيف نخسف بها وفلان فيها قائم يصلي. ورأى بعض المتقدمين في منامه من ينشد ويقول لو الذين لهم ورد يصلون وآخر لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وفي مسند البزار عن ابن هريرة رضي الله عنه مرفوعا مهلا على الله مهلا، فلولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ولبعض في هذا المعنى لولا عباد لله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملة في الفلاة رتع صب عليكم العذاب موجع. وقد قيل في تأويل قوله تعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إنه يدخل في دفعه عن العصاة بأهل الطاعة، وجاء في الآثار إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله ولده وذريته من حوله. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاؤون في الأرض بالنصيحة المشاؤون على أقدام الجماعات إلى الجمعات. وفي رواية المعلقة قلوب المساجد المستغفرون بالأسحار، فإذا أردت إنزال عذاب بأهل الأرض فنظرت إليهم صرفت العذاب عن الناس. وقال مكحول ما دام في الناس 15 يستغفر كل منهم الله كل يوم 25 مرة لم يهلكوا بعذاب عام. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. وقد روي في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان معنى آخر وهو أنه تنسخ في الأجل، فروي بإسناد فيه ضعف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، فقلت يا رسول الله أرى أكثر صيامك في شعبان؟ قال إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض، فأنا لا أحب أن ينسخ اسمي ولا أنا إلا وأنا صائم. وقد روي مرسل وقيل إنه أصح. وفي حديث آخر مرسل تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. وروي في ذلك معنى آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام وما أخر ذلك حتى يصوم شعبان. ورواه ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها. خرجه الطبراني وزرواه غيره وزاد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرما أردت أن أصوم فلم أطيق حتى إذا صام صمت معه. وقد يشكل على هذا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي من أيهن كان. وفيه أيضا عنها قالت ما علمت تعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. وقد يجمع بينه بأنه قد يكون صومه في بعض الشهور لا يبلغ 3 أيام فيكمل ما فات من ذلك في شهر شعبان في شعبان أو أنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام مع الاثنين والخميس فيؤخر 3 خاصة حتى يقضي في شعبان مع صوم الاثنين والخميس. وبكل حال فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا فاته شيء من نوافل قضاه كما كان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاته من قيام الليل بالنهار. وكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لما صمه قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله بالصوم قبل دخول رمضان. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حينئذ تغتنم قضاه لنوافله فتقضي ما عليه من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض، وكانت في غير من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه. فمن دخل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل الصيام العام شيء استحب له قضاء فيه حتى يكمل نوافل الصيام من بين الرمضانين، ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان وجب عليه قضاءه بعد مع القدرة، ولا يجوز له تأخيره ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة. فإن فعل ذلك وكان تأخير لعذر مستمر بين رمضانين وكان عليه قضاءه بعد رمضان الثاني
ولا شيء عليه بعد مع القضاء، وإن كان بذلك لغير عذر فقيل يقضي ويطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد اتباعا للآثار لآثار وردت بذلك، وقيل يقضي ولا يطعم عليه وهو قول أبي حنيفة، وقيل يطعم ولا يقضي وهو ضعيف. القول بأنه يطعم ولا يقضي هذا قول ضعيف جدا. الصواب أن من ترك رمضان فإنه يقضي، فإذا جاء رمضان آخر ولم يستطع أن يصوم فصامه بعد رمضان الثاني فعليه مع القضاء الإطعام. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل في صوم شعبان مع ما آخر هو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صيام في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمر على الصيام واعتاده، وجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما شرع من رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. هذا أحد المعاني الجميلة التي ذكرها العلماء، وهي أن رمضان نهاره صوم وليله قيام، فإذا لم يكن الإنسان قد تمرس وتمرن فإنه يعجز عن أحدهما، إما يعجز عن أداء الصوم أو يعجز عن أداء القيام. فإذا تمرن على الصيام في شعبان، خصوصا أن في شعبان ما يوجد تراويح، فإن النفس ترتاح بعد ذلك وتسهل على النفوس القيام مع الصيام. طبعا المقصود بصيامهم صيامهم أو صيامنا، احنا أكثرنا اليوم صيامنا نهار، صيامنا نوم، اسمه صيام ولا حقيقة نوم، هذا ما هو بالصيام. صيام السلف صيام مع الذكر، صيام مع العبادة، صيام مع الصلاة، صيام مع التلاوة. نعم. صدق رحمه الله تعالى: روينا بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المسلمون دخل شعبان وأكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرج زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. قال الحسن السعيد: يعني معنى هذا أن شهر شعبان له عندنا أربعة أسماء الآن: شهر القراء، وشهر الفقراء، لأنه شهر الزكاة، هذه معاني مهمة ترى، يعني شهر القراء لأن القراء يراجعون حفظهم، شهر الفقراء لأنهم ينظر إليهم ويعانون حتى إذا يدخل عليهم رمضان وعندهم ما يغني، وشهر الزكاة إنسان ينظر ماذا عنده حتى يعني يخرج زكاة ماله في هذا الشهر. ولكن جاء في سند فيه كلام أنه قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر القرآن، لكن هذا ضعيف لا يثبت. نعم، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معنيا بشهر شعبان، فلو قلنا إنه شهر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى لا يكون بعيدا، لكن من حيث اللفظ لم يثبت. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال الحسن بن سهيل: قال شعبان: يا رب جعلتني بشهر عظيمين فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها، مضى رجب وما أحسنت فيه، هذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها ثق واحذر البوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم تدارك. أحسنت، بارك الله فيك، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسبوع جاء شهر إن شاء الله، أسبوع القادم المجلس الآخر. كم دقيقة الإقامة؟